رياض محرز. رياض محرز. ها؟ سكي؟ رياض محرز. تركوني؟ ها. تعرف رياض؟ بيس باراتا. اختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم فندق الثاني فيفري هنا بالعاصمة الطوغولية لومي مكان لإقامة العناصر الوطنية خلال تربصها بهذه العاصمة الطوغولية تحضيرا للكان. فندق أقل ما يقال عنه رائع، سعر الغرفة فيه يقارب 200 يورو، يوفر كل شروط ومستلزمات الراحة والتركيز للعناصر الوطنية من أجل التحضير جيدا للكان. فندق لا يبعد كثيرا عن ملعب كيكي مكان إقامة المباراتين الوديتين أمام الطوغو والبوراندي ومكان التدريبات كذلك. أما فيما يخص الأجواء المناخية فهي مشابهة لتلك التي وجدناها في العاصمة الاقتصادية أبيجون، العاصمة الاقتصادية الإيفوارية، حوالي 30 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة. أردوان عنان، تصوير شريف كمال لقناة الهداف من العاصمة الطوغولية لومي.